السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقات سوك انفستيجيشن كورس، والحلقة دي هنبتدي نشتغل فيها على انيران. زي ما قلت لكم ان هو الفيشنج اتاكس او السبير فيشنج اتاكس بيكون فيها يا اما يور ال، وده هنشتغل على يور سكان، يا اما اتاتشمنت او دوكيمنت، وده هنشتغل عليه على انيران. انيران ساند بوكس لطيف قوي موجود على الكلاود، حضرتك بتريجستر عليه، وبعد كده بعد ما تريجستر بتقول ليتس هانت، وتبتدي تشتغل على الفايل اللي انت عايز تحطه. طب هنا بيبقى في شويه داتا لطيفه جدا، يعني طبعا اتمنى ان انت تكسبلور الداتا دي. مثلا بيقول لك معظم الحاجات اللي رنت في مثلا لاست ويك تقريبا، هنا بيقول لك ان مش عارف هنا في بقى انترست اكسامبل لموتت مش عارف دوت دوت، فبيفتح فبيدور فيه بيجيب لك فيديو كامل بيشرح لك الموت بيعمل ايه. فهو ساند بوكس لطيف جدا جدا، يعني اتمنى ان انت تشوفه. تعالى هنعمل هنا نيو تاسك عشان خاطر نحط الفايل اللي احنا عايزين نتيسته. احنا بنحط الفايل يا شباب علشان خاطر، يعني ليه هنحط الفايل على ساند بوكس؟ يعني مثلا انا ممكن ببساطه قوي احط الهاش بتاعه على الفيروس توتال واعرف ان ده فيروس مثلا وخلاص كده، ونبلوك مثلا، او نعرف ان الماشين اللي فتحت الفايل دي كومبرومايزد. لا، انا محتاج ان انا اعرف ادي ريكومنديشن، محتاج ان انا اقول للتيمز تانية انا محتاج تبلوك الدومين ده وتبلوك الاي بي ده، ومحتاج برضو زي ما اتعلمنا في حلقه البروكس اللي فاتت ان انا اقدر انفستيجيت في الترافيك اللي خارج لدومين معين. يعني انا هيبقى عندي ترافيك خارج لدومين معين، فمحتاج ان انا اقدر ان انا ايه انفستيجيت فيه. فدي كلها حاجات مهمه لا غنى عنها، وهنحتاج طبعا ان احنا نعملها. وبرضو مش كل التيمز عندها اي دي ار. طيب انا دلوقتي لما الفايل ده هينزل على الماشين، هل انا عرفت، يعني نفترض مثلا ان حد فتحه، ان يوزر فتح الفايل ده، هل انا عرفت الفايل ده عمل ايه؟ طب هل عرفت هو عمل ايه عشان يطلع مثلا يكومنيكيت مع السيرفر بتاعته؟ لا، ومش كل الناس عندها اي دي ار، فانا محتاج ان انت يكون عندك فيزابيليتي على الماشين، حتى لو من خلال حاجه اوت، يعني او حاجه كلاود زي ما احنا شايفين دلوقتي. هو ساند بوكس هوريك البيفر بتاع الفايل، بحيث ان احنا نقدر ندي ريكومنديشن، ونقدر حتى في الاوريكيشن بتاعتنا نقدر نقول والله احنا عشان ريميديت الماشين دي محتاجين نعمل كذا 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 عشان الفايل ده عمل كذا كذا كذا، تمام. فاحنا هنا نتشوز فايل، ده الفايل اللي ريسيفد في الميل، بعد كده هنرن، تمام. هي بتدي رن معانا، فين شويه بقى تبس بسيطه كده لطيفه جدا جدا، يعني بيقول لك مش عارف سامي ويل تشوز مش عارف باي باس ويل ورك يو اون وين 7، في شويه هنا حاجات بسيطه تكنيكال ادفايسز كده، لا ابقى اقراها ممتعه جدا يعني، وهتفيدك قوي قوي. طبعا هو الراجل هنا بيحط الفايل، ادي الوورد فايل فتح، طبعا كانه فتح على الماشين بالظبط. اول ما فتح بص فتح اهو ماكرو اون اوبن، والفايل الماكرو داون فتح او الفي بي اي كود داون الفيجوال بيزك كود، فتح الباور شيل، والباور شيل واضح ان هو طلع بيكلم دومين بره. طب بيكلم الدومين ليه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. طبعا هو شغال اهو، بص حاول تحرك الماوس كتير لان معظم المالورز ما بتشتغل، يعني بتحتاج ان انت تحرك الماوس عشان تتاكد ان انها مش اندر تيست في ساند بوكس، انت الراجل فتح حاجه ومستني. لا، حاول تبقى يوزر عادي، اقفل افتح افتح تاني اهو اهو. بص اول ما لعبنا شويه اهو طلع الراجل عمل داونلود الفايل اهو، نزل ده الفايل اللي هو كان بيعمله داونلود، وبعد كده عمل ران. طبعا احنا نقدر نقعد تايم هنا، بس انا شايف ان احنا معانا داتا كفايه. لو عايز نقعد تايم ممكن اد تايم اهو، اهو نقعد اكتر ماشي اهو. شوف ادي دي طلعت بتكومنيكيت مع الاي بي دون، وهو الراجل قال لك ده اموتد اهو، اموتد ووز ديتكتد. طب هو ممكن يعمل له ديتكشن للاموتد ازاي؟ ممكن يعمل له بياره، يعني هاي انا شوف هايبرد صريحه كده، هو شغال اصلا بيورا، فبيديتكت حاجه زي كده عن طريق السترينجز الموجوده في المالو. فهو الراجل شايف ان السترينجز موجوده في الفايل ده اموتد، فهو بيقول لك ان ده اموتد. طيب انا كده ما اظنش محتاج حاجه تاني. هو الراجل اهو في بيريد انترنت كاش سيتنج، طبعا دي ممكن تبقى ديسكفري، وادي هنا مثلا ابلكيشن ويز دروب، يعني في شويه داتا حلوه قوي كده. انا بتهيألي كده كفايه جدا، لو انت عايز تكمل طبعا كمل اد تايم تاني او خليك كمل مع الاخر، بس انا بتهيألي كده كفايه قوي، ودي الداتا اللي انا محتاجها واكتر يعني. طيب هنستوب،
تعالى بقى نمشي خطوه خطوه. اول حاجه الراجل ده اول ما نزل هو وورد فايل. طب الوورد فايل فتح فيجوال بيزك كود، تمام. الفيجوال بيزك كود ده فتح بورشل. طيب تعالى بقى بص، انا بقول لك ان السبيس بتاعته 60. طب تعالى بقى نشوف البورشل كود ده عمل او مكتوب في ايه، او هو فتح بورشل ليه. بص اول ما فتحنا البورشل داش اي، وفي هنا بيز 64 بيز 64 كود. طيب تعالى ناخد الكود ده ونروح لسايبر شيف. سايبر شيف تول رهيبة جدا، بتستخدمها في الانكودينج والديكودينج. لو انت حاجة انكودد وعايز تشوفها ديكودد هتشوفها من هنا. طبعا هو كان فيه هنا ايكوال واحنا ما خدناهاش، هنقول له فروم بيز 64 اهو. بصوا يا شباب، ده الكود اللي هو او الكوماند اللي هو حاطه وخلاه، يعني ما كانش مخليه يظهر في بلان تكست، كان عامل له ديكودنج بس، سوري انكودنج، فاحنا عملنا له ديكودنج. بصوا يا شباب، هو الراجل طلع داونلود الفايل ده صح كده، اللي هو 927 اهو، هيطلع داونلود الفايل ده وتي ال اس مش عارف فيرجن 1. طبعا فيها شويه داتا ممكن نستفيد منها، وادي البارامترز، بس محتاج طبعا شويه اكسبيرينس كده في الاديت اليور ال اللي هو طلع داونلود منها الفايل. مظبوط كده. طبعا في شويه يور ال زين هو اللي هو بيعتمد عليها، ممكن تكون ما قدرش ياكسسها في الكيس دي، بس الكود ده طبعا انت ممكن تحطه على فايل وتريبليس البوينتس دي بباك سبيس، تمام، وهتقدر توصل لداتا لطيفه جدا 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 زي اليور ال، زي الفايل نيمز، شويه حاجات طبعا هتديك يعني ان انت تدي ريكومنديشن افضل بكتير من ان احنا نشتغل على ساند بوكس بس. طيب الراجل طلع عمل داونلود اهو، عمل داونلود اكسكيوتبل فايلز فروم انترنت. طب اهو طلع عمل داونلود من ده باستخدام الباور شيل، وطلع عمل داونلود للفايل ده او لفايل موجود هنا. يعني طبعا احنا وصلنا للفايل بعد كده ان هو 927 لما شفنا في سايبر شيف، وبرده لا هنشوف دلوقتي على الساند بوكس يعني. طيب اكسكيوت كونتنت ووز دروب، طبعا الكونتنت اللي حصل لها دروبنج او داونلودنج اتعمل لها اكسكيوشن، وهنا باور شيل سكريبت اكسكيوتد، هنا اكسكيوتد في او دبليو ام اي. طيب هو ممكن يكون فعلا استخدم دبليو ام اي في الكود. خلينا نسيرش على اي حاجه لها دبليو ام، ليها علاقه بدبليو ام اي. كان نشوف ال W W W آه W ميج، تمام. ففعلا هو الراجل استخدم ال W M I. بس فنبتدي نكمل بقى الحاجة الموجودة الباقي. هو بيقول لي هنا في ريجستري تشينج، الريجستري تشينج دي مش هتبقى مهمه قوي الا لو هو هنا قال لك ان هو مثلا استخدم الريجستري في البريزيستنس، هديك هنا وورنينج او دينجر، يقول لك مثلا والله الراجل حط حاجه في الريجستري يعني عشان بحيث ان هو البريزيستنس يعني. طيب هو برضو بيقول ان هو بيموديفاي فايلز، بس احنا محتاجين نشوفها من بره. يعني في اكسكيوتبل هو الراجل رن له 927 لان هو بيداونلوده، بس خلينا برضو نشوف من بره في الجراف افضل يعني. طيب هنا البارشل فتح وشفنا البارشل عمل ايه، طلع كوميونيكيت مع عمل كوميونيكيشن مع الدومين ده وعمل داونلود لمالور او اللي هو ال 927 بروسيس دي. طيب تعال نشوف البروسيس اللطيفه دي، دي البروسيس اللي عملها داونلود صح كده. البروسيس دي فتحت بروسيس تانية اسمها mswsoc.exe، دي اللي حصل فيها ديتكشن ان هي اموتد، واللي هي بتعمل كونكشن مع السي 2 سيرفر اللي هو الاي بي. تعال نشوف كده الكونكشن اهو، دي البروسيس وادي السورس اي بي طبعا ده بتاع ساند بوكس، وغايه دي الماليشيس اي بي. طبعا تعال نشوف بقى الماليشيس اي بي ده مثلا على اكس فورس.
طيب الاي بي دايناميك وما فيهوش مشاكل، بس زي ما بقول لك برضو مش شرط ان هو يكون الاي بي مليشيس عشان خاطر ناخد عليه اكشن. هو لا، هو الراجل طلع بيكومنيكيت معاه، ممكن يكون لسه مش معروف للسيرت انتل، فخلاص احنا هنعتبر ان هو مليشيس وهنتعامل معاه انه مليشيس، لان انا يعني عندي حاجه زي كده بتكون افضل بكتير من الستريت انتليجنس. طيب هنا بص بقى الحته اللي بقول لك عليها، طبعا هي موتت ووز ديتكتد، تعال نشوف عمل ديتكشن ليه. تلاقيه بيقول لك بروسيس مش عارف ايه، ما قالش حاجه، هو بس قال لك ان هو عمل ديتكشن لاموتت. انا ما اعرفش الصراحه هو هنا عمل ديتكشن لايه، يعني هايبريد لما باجي ابص فيه بيقول ان هو عمل ديتكشن مثلا بيزد على مايتر، فانا ما اعرفش بصراحه هل هو هيديني داتا اكتر. لا مفيش، بس هو في الغالب سوري بيزد على يورا، بس هو في الغالب بيديتكت على يارا، يعني هو بيديتكت على يارا برضو بحيث السترينجز، بيلاقي السترينجز دي ليها علاقه بإيموتد، فبيقول لك ان علاقه بإيموتد. طب هنا بقى اللي بقول لك عليه، هنا بقول لك تشينج في الاوت ران فاليو ريجستري. طيب شايف دي كده بتاعه البريزيستنس عشان خاطر يفضل ان هو يرن، ويفضل ان هو مثلا كل ما تيجي حضرتك تقفل الماشين تفتحها يبقى في بريزيستنس، يفتح منين ما تلوجن على منين ما سوري منين ما الماشين تبوت يبتدي ان هو يرام من خلال البوست ده، وبكده الراجل هيبقى عمل بريزيستنس. بس فده كل حاجه انا محتاجها. طيب ايه الريكومنديشن بتاعتي؟ اول حاجه انا معايا الاي بي ده، نبلوك الاي بي ده، ومعايا الدومين ده صح. طيب ومعايا الباس بتاعت الريجستري، ومعايا برضو الهاشز بتاعت الفايلز دي كلها اهو. كل ما تقف على الفايل مثلا هتلاقي الهاش اهو بتاعه، اهو خد الهاش ده واطلب من الناس تبلكوا، اطلب من الناس تبلكوا على كل السكيورتي ديفايسز. تمام، هنا بقى في جراف لطيف قوي كده للمايتر، بيقول لك الراجل ده عمل ايه عشان خاطر الاكسكيوشن. مثلا فتح باور شيل سكريبتنج دبليو ام اي عشان الريزيستنس زي ما شفنا يا شباب، اللي هو ريجستر ران كي ديفنس ايفيجن سكريبتنج، فتح الباور شيل وران سكريبت جوه الباور شيل، ما نزلش بروسيس على طول اول مره، لا او فتح الباور شيل من الباور شيل طلع نو داونلود ديسكفري كويري بكويري في ريجستر. طبعا عيط موفمنت فايل ريموت فايل كوبي سي تو سيرفر برضه ريموت فايل كوبي. فدي كل الحاجه اللي احنا نقدر نستفيد منها من ان ران. وزي ما بقول لك برضه مش عاوزك ان انت تتعمق في الموضوع قوي او ان انت تديب قوي، على قد ما انا عاوزك ان انت تقدر تدي ريكومنديشن. هتديب امتى بقى؟ لما يبتدي ان الحاجه دي فعلا تكون وصلت لليوزر. انما احنا في كيس في الغالب بتبقى الحاجه دي ممكن وقفت او اليوزر بعتها لنا قبل ما يفتحها اصلا، فخلاص انا ببتدي ندي ريكومنديشن عشان ما اتعرضش لحاجه زي كده تاني. شكرا.